قطاع الخشب في تونس والتأثيث وضرورة جعله قطاعا حيويا وهاما في الدورة الاقتصادية، ولما لا طرحه كملف للصادرات والتصدير. هذا هو إذن تقريبا محتوى الملتقى الذي ينظمه المركز الفني لصناعة الخشب والتأثيث حول استراتيجية النهوض بقطاع الخشب والتأثيث بولاية المنستير، تحت إشراف السيد ولي الجهة أكرم السبري والسيد سليم الفرياني وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة. تابعونا في هذا التقرير. السيد أكرم السبري ولي المنستير، السيد خالد الزهير رئيس الجامعة الفنية للخشب والتأثيث، رئيس مجلس إدارة المركز الفني لصناعة الخشب والتأثيث، السيد محمد حسن رئيس عضو الأمنية للهيئة الأثاث، السيد عمر زويلة مدير عام المركز الفني لصناعة الخشب والتأثيث، السيدات والسادة أصحاب الشركات، السيدات والسادة الكريم. يسعدني اليوم أن أشرف على هذا الملتقى حول استراتيجية النهوض بقطاع الخشب والتأثيث، وقد اخترنا عنوان هذا الملتقى المنستير قطب للترتيب وإشعار دولي للقطاع، يعني تكون بينكم وبين المتداخلين في القطاع هام مثل قطاع صناعة الخشب والتأثيث. تأتي هذه الندوة من نظر في استراتيجية وطنية لقطاع الخشب، القطاع الذي كان لولاية المنستير وليس اختيار ولاية المنستير لهذه الندوة من باب الصدفة، وإنما التاريخ طويل لهذه الولاية منذ ستينيات القرن الماضي في المركز المعروف مركز قادس نابل الذي كان رائدا في مجال تكوين التقنيين والفنيين في مجال صناعة الخشب والتأثيث، وأيضا منطقة الساحل كما يعلم الجميع توفر تقريبا كبرى المؤسسات الصناعية في مجال الخشب، توفر أكثر من 10,000 موظف شغل في هذا القطاع. يعني اختيار ولاية المنستير هو اختيار على منطقة رائدة في هذا المجال، وخاصة وأنه مركز التكوين في الخشب هو ولاية المنستير، كما تفضل السيد محمد قال، وأنه اليوم هذا المركز يعني السيد وزير قالوا اكتشفت ماكينات في المركز، أنا وكيلة في نوم على ما يبدو نوم هي ما نعرفش مجال الخشب برشا، أما على ما يبدو أنها منطقة رائدة في العالم في مجال صناعة الخشب، وهذا الحقيقة فخر لولاية فلسطين وفخر للدولة التونسية، وأنه اليوم التعويض والنهوض بهذا القطاع يكون انطلاقا من التكوين ومن الحرص على وضع التكوين في أعلى درجات المواكبة للتطورات اللي يعيشها العالم في هذا القطاع. بارك الله عليكم، فرحتوا بينا الكل، هالي مستير وهالي ساحل الكل، واحنا فرحانين برشا وزيارة ميدانية هذه راهي ديما أحسن ما فما في الخدمة متاعنا احنا كحكومة وحدة وطنية. دورنا أنه نمشيوا على الميدان ونشوفوا على أرض الواقع، نسمعوا الناس ولكن نشوفوا زاد الإنجازات، معناتها كي نزوروا معناتها المعامل هذوما المؤسسات ما نجمو كان نكونوا راهو إيجابيين وطموحين، نجمو نعملوا أكثر من هكا لبلادنا. وإحنا قاعدين نشوفوا كل القطاعات، يعني إحنا بدينا في الصباح بالمنتدى نتاع قطاع الخشب وصناعة الأثاث، قطاع واعد برشا، ولكن المستير عنده طبعا قطاع النسيج، فهذاك باش نزيد باش نزوره يوم العشيه. وفما قطاع صناعي ما شاء الله موجود معناتها بقوه نجم نقول في ولايه المستير على كل ولايه، لما حال احنا اليوم نهار بركه وما يززيش هو نهار،
والناس اللي معانا كان هذوما صناعيين هما خذوا مبادره للقطاع الخاسره، وهذوك هم القاطره نتاعنا باش يهزوا بالاقتصاد نتاعنا القدام. ونحبوا نقولوا لهم انا موجودين باش ندعموهم، خاطر هي الحكايه الكل راهي شراكه بين القطاع العام والخاص. القطاع العام باش يعطي الارضيه اللي تسمح لهم هما باش ينجحوا ويمشوا من احسن لاحسن ويحققوا نجاحات اكثر من هكا. وسالتهم نسال فيهم الكل شنو اللي لازم نعمله، خاطر يلزم الحوار باش نعرف احنا زاده، خاطر نجمو نعملوا تشريعات نعملوا تسهيل، اما يمكن هما زاده يجيو قلنا شنو اللي يلزم نعملوه باش نجمو احنا نعملوه، خاطر هما يعرفوا زاده خير منا. ومن ناحيه التصدير مع القطاع هذا توا ولا يصدر في تقريب 400 مليون دينار قطاع خشب وصناعة الأثاث، وذي مقارنة تقريب صفر يمكن 10 سنين تالي ما كناش نصدروا برشا. توا عندنا قدرة تنافسية وعندنا جودة اللي تسمح لنا باش توا نمشيو على الخارج، ومش كان افريقيا معناتها اللي شيء هذا يفرح الحقيقه، انه شفنا من القطاع هذا تو لحد المعمل احنا اللي فيه هوني روسبينا مشى وعمل انجازات في فرنسا في يعني في اوروبا، وحتى في المعرض تاع الكرم اللي زرناه الاسبوع اللي في الفايت وفي الدوره 27 معناتها معرض معناتها ما شاء الله يوري معناتها الحقيقه نتاع شنو امكانيات تاع تونس اليوم من ناحيه الجوده النوعيه تو على مستوى عالمي. والقدره التنافسيه هذيك هي باش نجم تمشي للخارج وتصدر وتفرض روحك، لازمك انت احسن من الاخرين. وشفت اللي الناس تصدر لاوروبا معناتها هذا معناتها احنا اليوم عندنا قدره تنافسيه على مستوى عالمي، ولكن ما نساوش افريقيا. هذاك علاش احنا كنا نحكيو، شفت عندهم تو مشاريع تاع تصدير في افريقيا، وقلت لهم راهو معناتها احنا الهدف نتاعنا انه في 3 سنوات القادمه نطلع في الصادرات نتاعنا كبلاد 50%. هذاك علاش لازم كل واحد من جهته، وممكن ياسر مع القطاعات الكل نحكيو معاهم التصدير معناتها من هون 18 19 20 باش نطلعوا 50% قدرة الصادرات بالنسبة 17 ممكن ياسر. وإحنا هوني باش نحطوا اليد في اليد ونشجعوا ولاية المنستير والجمهورية التونسية الكل وتحية تونس.